الحصاد من قناة الفلوج. أهلا بكم إلى الحصاد، معكم زينة جمول، والبداية بأبرز العناوين. العيساوي قريب من الرئاسة ولا تفرد بالمنصب، الأمور حسمت بتمسك السنة وأغلبية الإطار. الدبلوماسية عنوان الزيارة الرسمية، بارزاني في طهران لترميم العلاقة وأنهاء الصراعات الجيوسياسية. البصرة لا تصلح للعيش خلال سنوات، سكانها يستنشقون هواء مسموما ويواجهون خطر الموت. لأول مرة في العراق، ذيقار تنشئ محجرا دائما للمواد المشعة وتطوي صفحة عقود ملوثة. السيول تغرق حقول الحنطة، المزارعون يتعرضون لخسارة باهظة ومطالبات بتعويض الموسم. البداية سياسياً، إذ شدد رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي على أهمية الاستقرار السياسي وأكمال الاستحقاقات الدستورية والتشريعية المتمثلة بانتخاب رئيس للبرلمان وفق الأعراف والسياقات المتبعة. جاء ذلك خلال استقباله السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، وبحضور النائب عن حزب السيادة والمرشح لرئاسة البرلمان سالم العيساوي، حيث ناقش الحاضرون عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة ودعم جهود الحكومة العراقية في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية والاستثمار. القوى السنية تثبت على موقفها المتمسك باستحقاق المكون، والإطار التنسيقي يبدي استعداده لالتزام المسار الدستوري واستئناف جلسة انتخاب رئيس للبرلمان. نتابع. الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، مجلس النواب. أصبحت المواقف السياسية أكثر وضوحاً في سماء التشريع بعد تجلي سحب التجاذبات حول انتخاب الرئيس، وأثر النقاط فوق الحروف بدأت ترتسم حدوده بعد تثبيت الجبهة السنية أوتادها في معسكر تأكيد استحقاق المكون. تبعتها غالبية قوى الإطار التنسيقي في تأييدها لما هو موجود في سلة الترشيح واستئناف جلسة الانتخاب قريبا بحسب نواب. لم تحصل في كل تاريخ المجلس النواب العراقي أن دخل المكون السني بمرشح واحد، كل الدورات الانتخابية اللي دخلنا بها مرشحين اثنين أو ثلاثة مرشحين. الجولة الأولى هي من ستعلن أعلى الأصوات اللي ينتقل إلى الجولة الثانية، وبعدين يحصل على الأغلبية ويمضي موضوع الترشيح. حتى لو دخلنا بمرشحين اثنين أو ثلاثة مرشحين لا غير من هذا الموضوع. أعتقد اليوم الكفة تمضي باتجاه سالم العيساوي، نتمنى إن شاء الله أنه تعقد بأسرع وقت الجلسة. أغلبية القبول السياسي لما طرحته القوى السنية رمى بمقترح تعديل النظام الداخلي من شباك التوافق على المضي بالجلسة والإبقاء على المسار القانوني والدستوري الذي رسمته المحكمة الاتحادية وأكدته أغلب القوى لاستكمال المسيرة التشريعية التي عطلت على حساب أمزجة سياسية فردية. يعني كل ما تنضرب مصالح جهة نروح نعدل بالنظام الداخلي، وبعد التعديل هذا وبعد التجاذبات حول بعض الفقرات والمواد اللي يراد تعديلها من جهات أخرى حزبية أخرى، هذا التوافقات وغيرها حقيقة تعدل وتقوض من أداء مجلس النواب الرقابي، وعلينا اليوم أن نذهب باتجاه مرشحين عرضوا للترشيح أنفسهم بالبرلمان نصوت على الموجود داخل المرشحين، وكان الله يحب المحسنين. وتشير ترجيحات إلى إمكانية تمديد الفصل التشريعي الحالي الذي من المقرر أن ينتهي في 9 من الشهر الجاري لحسم انتخاب الرئيس إلى ذلك الموعد. ستقاطع القوى السنية الجلسات التي يخلو جدول أعمالها من فقرة الانتخاب كأسلوب ضغط على رئاسته وكالة خلال هذه الفترة. حتى وأن أطفأ البرلمان أضواء فصله التشريعي، فالتسريبات السياسية تؤكد إمكانية عقد جلسة طارئة لانتخاب الرئيس الذي تقترب قضيته من مساعي الحل سياسيا وفق مشرعينا. من داخل مجلس النواب في بغداد، علاء الحديدي، قناة الفلوجة. لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من كربلاء عضو ائتلاف دولة القانون عمران الكركوشي. أهلا بك معنا سيد عمران. يعني
إغلاق باب تعديل النظام الداخلي للبرلمان يعني أن النواب أمام خيارين، سالم العيساوي أو محمود المشهداني، أيهما الأقرب لمنصب رئيس البرلمان برأيك؟ أولاً هي تطورات، طبعاً السلام عليكم على عاملكم والعاملين معكم ومشاهديكم الكرام في هذه اللحظات. قطعاً هي تطورات يعني غير معلومة إلى آخر لحظة، هذا اعتادينا في العمل السياسي في العراق، ولكن بشكل عام التوجه إلى السيد العيساوي ويبدو أن حظوظه كبيرة جداً في أن ينال يعني رئاسة مجلس النواب في الفترة المقبلة. الآن القوى السياسية حقيقة يعني تضغط بهذا الاتجاه وتعمل على أن تكون حظوظه أعلى في المرحلة المقبلة، وخاصة بعد أن انسحب السيد الكريم من المنافسة، وكذلك ربما السيد المشهداني الآن تقريبا استقر رأيه أنه لن يحصل على يعني الأصوات التي تؤهله، وبالتالي هو أصبح ربما قريب للخيار الذي اختارته قوى إطار التنسيق، طبعا قبلها قوى الإخوان في البيت السني. طيب، في ظل الوضوح الذي تبديه معظم الكتل السياسية سيد عمران بشأن أهمية المضي بهذا الاستحقاق وانتخاب رئيس للبرلمان، نفهم معك أكثر، ما الذي يعطل البرلمان إذن عن إدراج فقرة انتخاب رئيسه على جدول أعمال الجلسة المقبلة؟ يعني هو أعتقد الإطار التنسيقي والتحالف الكردي هناك أصوات بالإمكان أنه تلزم وبإمكانها أن تمرر أي مرشح الآن على طاولة مجلس النواب، ولكن هناك تقدير واحترام لإخواننا في البيت السني، وهو هذا استحقاقهم حقيقة بحسب الأعراف التي جرت عليه الأمور. ولذلك حقيقة هذه الالتزامات أولاً لها علاقة ببنية النظام السياسي وما درجت عليه الأعراف، وكذلك وتعلمون هناك ايضا هناك لمسه ويعني مؤشرات اقليميه ودوليه ايضا تحبذ المضي بهذا الاتجاه، ولا يمكن كسر يعني العرف الذي ساد في الفتره المنصرمه. اعتقد المنافسه داخل بيت السني، اخواننا السنه لديهم مشاكل فيما يتعلق باعاده توزيع القوه فيما بينهم، موضوع الحكومات المحليه وتوزيعها، ايضا موضوع يعني ما اليوم ما لك، يعني إذا جرت الأمور بهذا السياق ربما هناك تأثير بهذا الاتجاه. وأعتقد يعني الإطار التنسيقي بشكل عام يعني يضغط باتجاهنا هذا الملف، خاصة وأنه بعد أن طرح موضوع يعني تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب، واللي هو الذي كان يعتبر حقيقة خطوة خطيرة، لأنه يفترض هناك قوانين تنظم أصلا وتمنع أي تأخير في هذه الاستحقاقات الأساسية، أما نحن نعود ونرجع بالعكس ونغير القوانين طبقا للمشاكل أو الأزمات التي يعني تمر بالعملية السياسية، فهذا منحى خطير. ولذلك تجاوز القوى السياسية هذا الموضوع، والآن إلى هذه الساعة الموضوع في الكرة في ملعب الإخوان السنة. على سيرة أن الكرة في ملعب الإخوان السنة، اليوم سيد عمران الاستمرار بعقد الجلسات من دون إدراج فقرة انتخاب رئيس للبرلمان يعني مواصلة مقاطعة هذه الجلسات من قبل النواب السنة، ماذا عن التأثير السلبي لذلك على المجلس التشريعي؟ اولا هو بشكل عام نحن اكدنا اكثر مرة انه حقيقة هو هذا بشكل عام حقيقة يعني أي ربما يعزز عدم الثقة بين المجلس ورئاسته والرأي العام العراقي، وتعلمون هناك استحقاقات كبيرة حقيقة للدولة العراقية والنظام السياسي في مجال تشريع القوانين، مراقبة الدولة، مراقبة الأداء العام، يفترض أن يكون المجلس النواب أيضا هو أكثر شفافية للتعاطي مع قضايا الرأي العام، وبالتالي هذا التعاطي حقيقة مشكلة كبيرة. و طبعا هي هذا النوع من فسح المجال ربما لاخواننا السنه لتدارك الامور، واعتقد عمليه وضع هذا الاستحقاق على الرف فتره اطول قد يعرض البلد حقيقه ويعرض حتى ثقه الناس بالعمل السياسي وكذلك بالقوى السياسيه المعنيه بهذا الشان. ولذلك هذا حقيقه نحن نلمس خطوره بهذا الاتجاه. هناك ربما يعني محاولات من الإخوان نيابة رئاسة مجلس النواب الآن التي تحاول أن لا تميت عمل مجلس النواب وتحاول قدر الإمكان أن تفعل عمل باتجاه ما ويبقيه حياً أقلها في هذه اللحظات لكي
إلا نشعر بنوع من النفق المظلم الذي اعتدنا أن ندخل فيه عندما يأتي أي استحقاق على هذا المستوى. ولذلك أعتقد إلى هذه اللحظات من هذا الانسحابات طبعا هي أيضا نوع من الضغط على رئاسة المجلس أو نيابة المجلس وكذلك على القوى الأخرى التي تمانع أن تعقد جلسة المجلس دون أن يعني تمرر مصالح الخاصة المتعلقة باختيار شخص ما دون غيره في رئاسة مجلس النواب. طيب بصفتك سيد عمران عضو عن دولة القانون، أنتم كنواب كتلة في البرلمان أين تميل كفة نواب كتلتكم، نحو العيساوي أو نحو المشهداني؟ يعني هذا الموضوع لم يعد هو يحتاج إلى باب التحليل أو يعني التفسير. الآن ذهبت الأمور باتجاه الأخ العيساوي لأنه الغولي أغلقت كل السبل والطرق والمنافذ التي ربما خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخيرة بأنها اعتبرت الجلسة جلسة انتخاب الرئيس الأولى هي جلسة شرعية. فبالتالي بعد انسحاب الأخ الكريم الآن خلص الموضوع، أصبح بين القوى الأساسية والعناصر الأساسية الذين رشحوا لمجلس النواب وعلى رأسهم الأخ العيساوي. وبالتالي أيضا نحن نؤكد في هذه اللحظات أن السيد العيساوي ماضي باتجاه يعني أن ينجح البرلمان في أن يكون رئيسا له. وأعتقد بقيت بعض الأمور التفصيلية المتعلقة ربما بتوزيع القوى بين القوى السنية، وأعتقد القضية الآن إذا تحدثنا عن دور الأخوة في إطار التنسيق دورهم هو تحفيز الأخوة الآخرين وكذلك مراقبتهم ربما العمل باتجاه الضغط لإنجاز هذا البلد في الأقرب وقت الممكن. الضغط باتجاه إنجاز هذا الأمر، وإلى أي مدى تعتقد أنه سيحسم سريعا سيد عمران بناء على هذه المعطيات التي تفضلت بها؟ يعني أعتقد هذه اللحظة هناك مماطلة واضحة جدا طبعا، وربما في لا أعتقد في المستوى القريب أو على المستوى القريب ينجز هذا الملف. أعتقد ستكون هناك جلسة بعد. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد عمران الكركوشي. بكل الأحوال نشكره جزيل الشكر، عضو ائتلاف دولة القانون عمران الكركوشي كان معنا من كربلاء. الأخبار مستمرة. إقليميا إذن، أكد رئيس ديوان رئاسة أقليم كردستان فوزي حريري أن علاقة أربيل مع طهران جيدة، مشددا على ضرورة احترام الجانب الإيراني لسيادة أقليم كردستان العراق. وأضاف الحريري أن أقليم كردستان لن يسمح أن تكون أراضيه مصدر تهديد على إيران أو تركيا أو سوريا، لافتا إلى أن زيارة رئيس الأقليم نجرفان بارزاني إلى طهران جاءت لبحث وتطوير العلاقة الثنائية في جميع المجالات السياسية والتجارية وغيرهما. في زيارته الخامسة إلى طهران خلال 11 عاماً، نجرفان بارزاني يسعى إلى رسم خارطة سياسية جديدة تخرج الأقليم من أزمته الاقتصادية والأمنية. نتابع. زيارة هي الخامسة خلال 11 عاماً تلبية لدعوة رسمية رئيس أقليم كردستان نجرفان بارزاني في طهران، وفي أجنداته ملفات عميقة يحملها في حقيبته الرسمية، أبرزها القصف الإيراني المتكرر على الإقليم وإبعاده عن الصراعات السياسية الإقليمية. زيارة مهمة جدا في هذه المرحلة، خصوصا بعض الملفات الكبيرة، يعني من ضمنها الملف الأمني بين إقليم كردستان والإيران، والجزء الآخر يتعلق ببعض الملفات الداخلية اللي من الممكن إيران تلعب دور إيجابي فيها. لا يخفى أنه إيران حتى لو كان بشكل غير مباشر تلعب دور كبير في العراق. سعي حثيث وخطوات ينتهجها بارزاني برسم خارطة سياسية يسعى من خلالها إلى تعزيز العلاقات وتذليل العقبات وإخراج الإقليم من أزماته الاقتصادية والأمنية، فيما يرى مراقبون أن تطبيع العلاقات مع طهران يعادل تطبيع العلاقات مع العديد من الجهات الفاعلة التي تشكل تهديدا أمنيا واستراتيجيا لكردستان.
موضوع القصف الإيراني بالتأكيد هو يعني هو رسائل سياسية ممكن أن يحاول الإيرانيون إرسالها إلى أقليم كردستان، رغم ما تبريراتهم هي غير يعني واقعية وصحيحة، ولكن كل شيء ممكن. يعني نحن نعيش في وقت هناك ضغوطات عديدة على أقليم كردستان. وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة أجراها رئيس أقليم كردستان إلى بغداد مطلع الأسبوع الماضي، وبحث مع كبار المسؤولين حل الخلافات المستدامة. وكذلك تأتي بعد زيارة الرئيس التركي التاريخية، فيما تتميز علاقات أربيل وطهران بتركيبة معقدة ومصالح متبادلة، إلى جانب صراعات جيوسياسية. زيارة مهمة في أجنداتها وتوقيتاتها، يسعى من خلالها البارزاني إلى فتح علاقات جديدة مع طهران سياسيا وأمنيا واقتصاديا. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. حول هذا الملف ينضم إلينا من أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور ريبين سلام. أهلا بك معنا دكتور. بداية نفهم معك أكثر سياق وتوقيت هذه الزيارة، وما الذي يريده السيد نجرفان بارزاني من القادة الإيرانيين بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية تحياتي لحضرتك أستاذ أزينة و لكافة مشاهدي قناتكم الموقر والكوادر المحترمة. بصراحة ماذا يريد سيد رئيس الإقليم من طهران، وبالعكس طهران ماذا يريد من سيد رئيس الإقليم وإقليم كردستان بشكل عام في هذه الحقبة التاريخية وفي هذه المرحلة، لأنه الزيارة تمت على أساس دعوة رسمية قدمت إلى إقليم كردستان من قبل طهران، يدل ما يدل على أنه هناك مصالح مشتركة متبادلة تاريخية بحسب الموقع الجغرافي لا يمكن أن نستغني عنها، علما بأنه تفاجأ إقليم كردستان في المراحل الأخيرة بإلقاء الدرونات وإرسال الصواريخ إلى إقليم كردستان من قبل الدولة الجارة الذي نحن نعتبرها شريكا ونعتبرها متحالفا معنا، خصوصا في فترة الثورة ساعد إقليم كردستان. ونحن مرارا وتكرارا قلنا بأنه إيران وأمريكا الاثنين صديقة لإقليم كردستان. الأول المتمثلة بالدولة الإيرانية ساعد الكرد في مرحلة الثورة، والثانية المتمثلة بالولايات المتحدة ساعد الكرد وبقية العراقيين أيضا عندما قمنا بالانتفاضة. فالاثنين كأنه أصدقاء، ولكن مروا بمراحل صعبة. نحن كمسافة الوقوف لا نريد أن نكون مع وضد أي طرف منهما، وهذه السياسة المعلنة والمعتمدة بالنسبة لإقليم كردستان، وهذا ما طبقه سيد رئيس الإقليم باعتباره ممثلا لإرادة شعب كردستان بموجب المادة الأولى لقانون رئاسة الإقليم 2005، بأنه سيد رئيس الإقليم يمثل إرادة شعب كردستان في الداخل وفي الخارج. فيوم أمس استقبلنا سيد أردوغان، واليوم نزور طيب العاصمة. فلنفصل نقطة بنقطة لو تكرمت دكتور. إلى أي مدى بناء على التوترات والتهديدات الإيرانية المتكررة لأراضي الأقليم، زيارة السيد نجرفان بارزاني إلى أي مدى ستضع حدا لهذه التهديدات وللصواريخ الإيرانية؟ طبعا كردستان يعني تعرضت إلى هذه الصواريخ، والسيادة العراقية بشكل عام انتهكت على دراية جنابك الكريمة، ولكن في الهجوم الأخير على إسرائيل من قبل الإيران بالطريق دزوا كم درونات يعني على سماء أربيل عاصمة إقليم كردستان، ولكن تم يعني رد وانفجار هذه الدرونات في طريقهم، فبين بأنه سماء إقليم كردستان محمي، وهذه الورقة الذي من الممكن أن يفكر أي جهة أن يستخدمها أصبح ورقة محروقة. هذا من مايل. ومن مايل ثانية، في هذا التوقيت الزمني
الولايات المتحدة مع الإيرانيين متفقين بأنه شرارة الحرب الذي بدأت منذ أكتوبر الماضي في 7 أكتوبر بين حماس وبين إسرائيل، لا يريدون أن يطلع هذه الشرارة برا الغزة. فمجرد وجود سيد رئيس الإقليم في طهران يعطي إشارة ويعطي رسالة واضحة للأمريكان بأن حليفكم الذي جارنا مثلا وكتجربة ديمقراطية بحيث الولايات المتحدة والدول المتحالفة يحمون إقليم كردستان باعتباره الجبهة الأمامية للإرهاب، ضد الإرهاب وضد الداعش. فيما يتعلق هذا الحليف القريب من أمريكا يشوفنا في طهران دكتور. تطبيع العلاقات اليوم مع إيران إلى أي مدى يعني أيضا تطبيع العلاقات مع هذه الجماعات المسلحة التي بدأت تشكل تهديدا متزايدا لأمن الأقليم في الآونة الأخيرة؟ بالضبط، هذا يدل على متابعة الجيدة والمكثفة لجنابك الكريمة. الجماعات المسلحة بعد رجوع سيد السوداني من أمريكا كان هناك محاولة لتمييز بين الجماعات المسلحة الولائية لمرجع القم والجماعات المسلحة الولائية للمرجع النجفي أو التابع لقائد العام لقوات المسلحة حسب القانون الذي أنشئ بها جماعة الحشد الشعبي. يعني هناك نوعين من الحشد، الحشد يجب أن نميزها. وبعد زيارة سيد السوداني شهدنا عدة تحركات وعدة قرارات على الميدان بأنه يتم فصل بين الحشد التابع لسيد رئيس مجلس الوزراء قائد العام لقوات المسلحة سيد السوداني أو أي شخص يتقلد هذه الصفة والجماعات الأخرى التابعة للولائيين للإيرانيين، فإنهم يراعون مصلحة الإيرانية كدولة إقليمية. زيارة سيد نيتشيفان بارزاني إلى طهران أيضا يخفف من تأثير وهجمات وتقويض نشاطاتهم ضد إقليم كردستان، ومن المفترض بأن يكون يعني نشاطاتهم لمصلحة العراق، ليس من مصلحة العراق أن يكون جزءا منه أو إقليما منضما إلى نظامه الفيدرالي يتعرض إلى هذه الدرونات ويأخذون رواتبهم من الدولة المركزية. يعني من الميزانية العراقية يأخذوا رواتب ويشتروا فيها قاذفات يضربوا بها البعثات الدبلوماسية والأمريكان والإقليم كردستان بدون وجه حق، وتعرض المدنيين إلى يعني أذى، وقدمنا شهداء بسبب هذا التعرض الغير مبرر الذي كانوا يصدرون مشاكلهم الداخلية إلى الخارج. كانت واضح. واليوم مع هذا المشهد يعني قيام الجانب الكردي بتطبيع العلاقات بداية مع بغداد ثم أنقرة واليوم طهران، إلى أي مدى تعولون على هذه السياسة وتصفير المشاكل مع المحيط بما يعود بالفائدة بالآخر لمصلحة إقليم كردستان؟ إقليم كردستان في الآونة الأخيرة كان هناك محاولات جدا مكثفة لتقوية صلاحياته، لتعرض على أمنه، لقطع قوته وميزانيته. فهذه الملفات بشكل موحد تعرض لها إقليم كردستان، ولكن صمد إقليم كردستان وصمد رئيس الكابينة الوزارية ورئيس الإقليم وشعب كردستان صمدوا أمام هذه الاعتداءات على جميع الأصعدة بصراحة، وفشلوا. يعني جميع هذه المحاولات فشلوا في خضوع إقليم كردستان ورئاسته لمطالب غير مشروعة، لأن إقليم كردستان يعني ناضل ضد الطرف أو النظام البائد الذي كان هذه الجهات الذين يتصورون بأنه يتعرضون إلى إقليم كردستان ويغلبون عليها
كانوا يختفون في بيوتهم، وإقليم كردستان كان يواجه هذا النظام الذي هم يخافون ويهربون منه في مناطقهم. نعم. فمنطقيا لا يمكن أن نتصور بأن ينهزم إقليم كردستان أمام هكذا تهديدات، وأثبت ذلك الحمد لله. نشكرك جزيل الشكر الدكتور ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وعذرا لانتهاء وقت المقابلة. الأخبار مستمرة. في الملف البيئي، يسدل الستار أخيرا على ملف هز ذقار لسنوات عديدة، وذلك مع إعلان إنشاء أول محجر دائم نظامي للمواد المشعة وطمرها نهائيا. نتابع. لأول مرة في العراق وهنا في ذقار سينشأ محجر دائمي نظامي للمواد المشعة وطمرها نهائيا وفق المعايير المعتمدة دوليا، بعد أن رفعت تلك المواد المشعة من مناطق متفرقة في المحافظة عام 2016 وحجرها مؤقتا في صحراء ذقار. قامت مديرية بيئة ذقار ومنذ عام 2016 بإنهاء ملف الإشعاع ونقل جميع المواد المشعة من داخل المناطق السكنية وحدود بلدية الناصرية إلى خارج حدود بلدية بموقع مؤقت بعد 55 كيلو عن حدود البلدية. الآن مديرية بيئة ذقار عن طريق مركز وكالة الإشعاع في وزارة البيئة وبالتنسيق من قبل الهيئة الطاقة الذرية في وزارة التعليم العالي يقومون بإنشاء محجر للملوثات الإشعاعية. هذا المحجر يكون ضمن المواصفات العالمية. متخصصون حذروا من إبقاء هذه الملوثات الإشعاعية دون حجر، فهي تؤثر على التربة والماء والهواء، كما تزيد من انتشار الأمراض السرطانية وأمراض الجهاز الهضمي لدى المدنيين القريبين والبعيدين منها. تلوث الإشعاع تأثير بيئي كبير على الهواء والماء والتربة، وتأثير المباشر على الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، وأيضا انتقال من خلال السلسلة الغذائية عندما يلوث الوسط البيئي. نحتاج إلى تكاثف الجهود من خلال وضع التشريعات البيئية وتطبيق المحاجر الصحية والطبية لتخليص المدن من التلوث الإشعاعي، منها الحفر بطبقة متوسطة وأيضا الحفر الجيولوجي بأعماق متفاوتة من التربة. ذقار تخلو من المواد المشعة، هذا ما أعلنته الحكومة المحلية ليقتصر وجودها في الصحراء بمحجر دائمي لتطوى صفحة المشعات التي أرقت المواطنين بالإصابات السرطانية على مدى سنوات. من ذقار، سعد الركابي، قناة الفلوجة. في البصرة، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أن البصرة قد تصبح غير صالحة للسكن خلال 10 سنوات فقط، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التلوث بشكل غير مسبوق. نتابع. البصرة لا تصلح للسكن، نقلا عن المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي زار المحافظة خلال الأيام الماضية، فيما يتوجه أكاديميون ومنظمات للمجتمع المدني لرفع دعوى قضائية ضد الشركات النفطية العاملة في المحافظة لعدم مراعاتها الضوابط البيئية التي انعكست على صحة الأهالي. السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان عندما جاء زيارة قبل أيام وأعلن أن المحافظة محافظة حقيقة غير ملائمة للسكن، فبالتالي المركز اليوم أعلن بخطوة جريئة ألا وهو إقامة دعوة قضائية على الشركات التي كانت متسببة بنسبة التلوث المرتفعة في البصرة. المفوضية العليا لحقوق الإنسان أكدت وصول نسب التلوث إلى مراحل خطيرة باتت تنعكس على المناخ الذي سيجعل البصرة غير صالحة للعيش البشري، فخلال 10 سنوات سيكون الهواء ملوثا بنسبة تبلغ 90%، فيما كشفت عن تسجيل 9000 إصابة سرطانية سنويا في المحافظة. آن الأوان لحلول آنية، لأن البصرة لم تعد تحتمل مستوى التلوث القاتل والذي نتج عنه تغيرا مناخيا أخطر، وبالتالي على الحكومة أن تنتبه بأن البصرة ستكون في الزمن القادم القريب غير مؤهلة للعيش البشري. أكثر من 9000 إصابة سرطانية سنويا إضافة إلى الفشل الكلوي. المؤشرات خلال 10 سنوات قادمة البصرة سيكون التلوث فيها في الهواء أكثر من 90%.
حقوقيون من جانبهم أشاروا إلى أن القانون العراقي يسمح للأفراد بالتوجه للقضاء لطلب رفع الضرر أو التعويض بشأن كل ما يخل بالصحة العامة للأفراد أو أمنهم العام أو سلامتهم، لا سيما من الشركات النفطية الأجنبية التي لم تراعي الضوابط البيئية في عملها، ما تسببت في زيادة الأمراض. قانون 64 وقانون 68 وقانون 70 المؤقت وقانوننا الآن اللي هو في دستور العراق 2005 نافذ، نعم يطالب بالصحة العامة للمواطنين والأمن العام والسلامة العامة، ومن حق المنظمات أو الأشخاص أن يتقدم بشكوى ضد المسبب. ومع التقارير التي تؤشر ارتفاع نسب التلوث في البصرة الناجم بالدرجة الأساس عن الاستخراجات النفطية، يرى مراقبون أهمية إيجاد حلول عاجلة لحفظ سلامة المواطنين. خالد السلامة، لقناة الفلوجة، البصرة. لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من البصرة رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي. أهلا بك معنا سيد علي. استمعنا لأرقام صادمة في التقرير، والبصرة لن تصلح للسكن خلال 10 سنوات كما أشارت الأمم المتحدة. ما الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد؟ تحية للفلوجة ولا مشاهدكم الأكارم. ما أوصل البصرة لهذه النتيجة المؤلمة هي عدم الاقرار الحكومات المتعاقبة فيما يخص يعني تكشيف منابع الخطر للطبي، فضلا أنه جودة التراخيص من أحد المسببات التي أوجدت هذه الكارثة البيئية. وبالنتيجة نحن الآن في البصرة يعني كالجو والتربة وحتى يعني المياه أصبحت ملوثة، وبالتالي هذه النداءات والاستفسارات، علما نحن كمراكز مدنية معنية بحقوق الإنسان أعلننا منذ عام 2018 أن البصرة مدينة منكوبة، ولكن بعض المسؤولين الحكوميين يخشون أنه أن تكون المدينة منكوبة باعتبار أن هناك يعني ربما يعني أشياء سلبية ستقع على المسؤولين أو ترتيبات قانونية دولية على هذا الموضوع. وبالتالي نحن من خلال قناة الفلوجة نطالب أن يكون هناك تطبيق للقوانين، على سبيل المثال قانون حماية وتحسين البيئة لعام 2009 هو غير مطبق وفقط عبر على ورق. يعني على سبيل المثال الشركات العاملة في البصرة، الشركات النفطية، كبريات الشركات النفطية مثلا في القرنة في الزبير وبقية الأقضية والنواحي، هي ذاتها الشركات التي تعمل في الخليج، بينما نرى أن هناك تطبيق صارم لتلك الشركات. في نفس الوقت يعني كلمة للأمين العام للأمم المتحدة قبل سنتين من الآن طالب أن تكون هناك يعني ضرائب مضاعفة على تلك الشركات، لم نرى يعني لم يأخذ بنظر الاعتبار تلك التوصيات اللي كان العراق حاضر في ذلك المؤتمر أو مؤتمر المناخ، وكذلك مؤتمر المناخ الذي عقده رئيس مجلس الوزراء السنة الماضية في البصرة كانت أيضا صراحة للأسف عبارة عن جلسة روتينية وعبرا على ورق، ولحد هذه اللحظة ربما عام ونصف من انعقاد المؤتمر في البصرة لم نرى يعني تطبيق لتلك التوصيات، فضلا عن قضية السيارات التي تلوث البيئة، فضلا عن الأنشطة الصناعية والتي بعض الوزارات أيضا ترمي المخلفات الصناعية في نهري دجلة والفرات واللي بالنهاية يعني تأتي إلى شط العرب واللي أكثر من 5 مليون بصري يشرب تلك المياه الملوثة. وبالنتيجة عندما أطلق المفوض السامي لحقوق الإنسان عندما زار الفترة الماضية للبصرة قال أنه المدينة غير صالحة للسكن، هو أيضا سلم تقارير وسلم توصيات إلى رئيس مجلس الوزراء وجاء للزيارة إلى البصرة والتقى بشخصيات وذهب إلى مناطق قريبة من الحدود الإيرانية وأعلن أنه هو البصرة بدأت درجة الانصهار من البصرة، ولكن لحد هذه اللحظة لم نرى أي معالجات ولا لم نرى أي تطبيق للقوانين الخاصة بالتلوث البيئي. وبالنتيجة نحن نطالب. طيب سيد علي، فيما يتعلق بالشركات النفطية بشيقية التنفيذ ومجلس الوزراء أن يتم من خلال الواردات التي تنتج البصرة أكثر من 4 مليون برميل
تذهب إلى مواجهة اتحادية. طيب فيما يتعلق بالشركات النفطية التي أشرت إليها اليوم، نشهد تحركاً لرفع دعاوى على تلك الشركات النفطية، هل سيكون طريق القضاء مع هذه الشركات مثمراً برأيك؟ أنا أتكلم إليك بصراحة والمشاهد الكريم وخصوصاً في البطل يعلم، بعدما عجزنا من قرارات الحكومية، إحنا حقيقة في مركز العراق لحقوق الإنسان وبمساندة الكثير من النشطاء والشخصيات والنخب في البصرة، أعلننا أن الماضي بإقامة دعوة قضائية للشركات، لأن الحكومة حقيقة غير جادة في إنقاذ البصرة، فبالتالي هناك دعوة ستقام، ننتظر فقط إكمال أركان الدعوة من ناحية الجنبة القانونية ووضع الأدلة والبراهين بهذا الموضوع، ثم سنكلف شخصية ممثل عن المركز في يعني في الخارج عن طريق شراكة مع أحد المراكز الدولية في جنيف حتى نمضي بهذا الطريق. ومن خلال قناة الفلوجة أدعو جماهير البصرة لمساندتنا في هذا المضي القانوني. الشركات هي أحد المسببات في قتل البصريين، والبصرة اليوم عبارة عن هيروشيما صراحة، قنبلة هيروشيما اللي هناك دراسة فرنسية تقول في عام التسعينيات من القرن الماضي البصرة أصبحت عن هيروشيما، وهذا الموضوع يتجدد ويتكرر فيما يخص الشركات. ماذا عن سقف توقعاتكم سيد علي فيما يتعلق بهذا المسار القانوني الذي قررتم أن تسلكوه؟ ما سمعت إذا ماذا عن سقف توقعاتكم اليوم بالتجاوب مع هذا المسار القانوني الذي قررتم أن تسلكوه؟ أتكلم بصراحة، احنا نعرف السقوف القانونية ونعرف مدى يعني الوقت الحقيقة الطويل في الإجراءات القانونية خصوصا في المحاكم الدولية، ولكن الخطوة الجريئة اللي تعتبر من مراكز مدينة علي البصرة هي أول خطوة جريئة فيما يخص محاسبة تلك الشركات التي لم تتزم بالمعايير، فضلاً أنه هذه الخطوات ستجبر الحكومة الاتحادية وحكومة البصرة أن ربما تحاسب تلك الشركات، مو فقط الشركات، حتى بعض الوزارات وبعض المديريات وبعض الأنشطة الصناعية في القطاع الخاص، فهذه الخطوة هي إحراج الحكومة الاتحادية وكذلك الحكومة المحلية وكذلك المضي بهذه الخطوة، تعتبر هي تحفيز لبقية المؤسسات فيما يخص الإعلان على التوجه القانوني لمحاسبة تلك الشركات. طيب هذا عن الشق القانوني، بيئياً صحياً سيد علي، هل هناك إجراءات معينة يمكن المضي بها اليوم لمحاولة الحد من هذه المشكلة الكبيرة في البصرة؟ تكلمين حضرتك عن البيئة حالياً حقيقة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، تعتبر رئة اقتصادية، هذا الرئة تعتبر قد خلقت بالملوثات، وبالتالي هذا ينعكس على حياة المواطن. ما فأنا أيضا أوجه رسالة عتب للحكومة المحلية، ما فائدة أن تقام المشاريع كالتبليط والمقرنص بينما حياة الإنسان مهددة، النباتات، المياه، فبالتالي هناك ديون لدى الحكومة الاتحادية أكثر من 17 مليار يفترض أن توجه أو تستجلب من خلال الضغط من أعضاء مجلس النواب والسيد محافظ البصرة حتى يعني تضاف هذه الأموال إلى تنقية الأجواء، وأيضا البصرة هي غير موجود فيها الحزام الأخضر، فضلا أنه يكون يعني إقامة الأنشطة البيئية بالتعاون مع المؤسسات المختصة، فإذا أردنا أن نخفف من الجو الملوث والحفاظ على تنقية الأجواء فيما يخص التلوث البيئي، أعتقد يجب أن يكون إحنا مرحلة الشركات عبرناها وتكلمنا بها، يفترض أن تقوم الحكومة المحلية بالتعاون مع مؤسسات دولية مع الحكومة الاتحادية بإقامة البرامج التي عقدت من خلال مؤتمر المناخ. أعتقد هذا الموضوع الآن يوجه بشكل مباشر وزارة الصحة البيئة كذلك الإخوان في مجلس المحافظة علمنا، والآن ملاحظة جدا مهمة أنه لا توجد لجنة للبيئة في مجلس المحافظة، أيضا هذا نستغرب من عنده، والسيد محافظة ويرأس لجنة البيئة أعتقد هو معني بأن هذا الكلام يوجه لهم وأن يكون تطبيق لتلك النقاط اللي جانا نذكرها عبر برنامجكم. شكرا جزيلا لك رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي من البصرة. الأخبار مستمرة.
خدميا وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باستكمال المشاريع الخدمية لمناطق شرق قناة الجيش في العاصمة بغداد. السوداني وخلال اجتماعه بفريق الجهد الخدمي اطلع على المشاريع المنفذة في بغداد والمحافظات، مشددا على ضرورة وضع الخطط الخاصة بالمشاريع الخدمية بما يتناسب مع الأموال المتوفرة، كما أكد أهمية استمرار العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. إلى ذلك، افتتحت مديرية الأحوال المدنية في محافظة صلاح الدين دائرة الجواز الإلكتروني في مدينة سامراء. مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في صلاح الدين العميد عمار إسماعيل خليل بيّن أن سامراء هي المدينة الثالثة التي تفتح فيها دائرة للجواز الإلكتروني. من جانبه، أوضح النائب عن حزب السيادة خالد الدراجي أن عملية استخراج الجواز ستسهل على المواطن عملية إنجاز معاملته إلكترونيا خلال نصف ساعة. افتتاح الجواز الإلكتروني في سامراء، وذكرنا قبل قليل أنه هذه ثالث دائرة في سامراء تتحول إلى إلكترونيا، يعني بلد وتكريت وسامراء. الجواز الإلكتروني ظاهرة حديثة، ظاهرة يعني ممتازة صحية. ليش؟ لأنه ما بيها تزوير، ما بيها تدخل بشر، يعني المواطن يحجز إلكترونيا من بيته من أي مكتب، ويجي عنده موعد حجز، يجي يدخل للدائرة، ينطي مستمسكاته فقط البطاقة الموحدة وبطاقة السكن. العملية كلها تابعناها الآن من بدايتها إلى نهايتها، لا يعني ما تأخذ وقت أكثر من نصف ساعة. اليوم نثمن كبير عاليا هذا الموضوع، ونعتقد أنه فرصة مهمة بهذا الوقت. نثمن كبيرا هذه الخطوة، وشكرنا التقدير العالي لمعالي وزير الداخلية لافتتاح هذا الدائرة المهمة بهذا الوقت. نأمل أن تكون هنالك خطوات أخرى تتعلق بدعم البطاقة الموحدة لمدينة سامراء بما يتعلق بالموارد البشرية، كونها دائرة مهمة وحيوية في قضاء سامراء. برعاية السيد وزير الداخلية وإشراف مباشر من قبل مدير الجنسية العام، تتشرف مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في صلاح الدين بافتتاح المكتب الثالث لمكتب جوازات سامراء. أنجزنا اليوم المكاتب اللي مشرع أن تفتح في صلاح الدين جميعها. المشروع الثاني إن شاء الله عندنا مشروع البطاقة الوطنية الموحدة. الإنجاز الثاني هو فتح مكتب التسجيل المركزي في تكريت. مكتب التسجيل المركزي هذا يسموه ربط إلكتروني، بعد ما كم مواطن نفوسه بصرة أو نفوسه موصل يروح للنفوس مالته، حيكون أكو مكتب هنا يستقبل اللي نفوسهم خارج المحافظة، ينجز معاملتهم ويسلمهم البطاقة الوطنية. بحضور القائم بأعمال السفارة اليابانية، مدينة الفلوجة تشهد افتتاح شركة تويوتا اليابانية، خطوة من المؤمل أن تكون نقطة تحول لفتح أفاق التعاون مع الشركات الأجنبية. نتابع. اليابان في مدينة الفلوجة شهدت محافظة الأنبار خطوة مهمة تعد الأولى من نوعها وضمن أطر التعاون الاقتصادي التي ستسهم أيضا في تشغيل الأيدي العاملة وتبادل الخبرات. افتتاح واحدة من كبرى الشركات اليابانية الرائدة في مجال صناعة السيارات تويوتا وضعت أولى خطواتها في مدينة الفلوجة بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي بعد الاستقرار الأمني. بناء البني آدم أن تعمل في هكذا مبنى هي هذا نقطة البدء، لو ما الاستقرار لما وجدنا مع بعض اليوم، لكن مع وجود بعض العقبات لكن الأمور نحو الأفضل. جزء من هذا الوفاء شركة تويوتا دعمنا أن نكون مع بعض، بالإضافة أن نكون مشاركين في نمط الحياة الآن. بعد تحرير محافظة الأنبار، وضعت الحكومة اليابانية بصمتها في إعادة تأهيل البنى التحتية أيضا من خلال قرض الين الياباني، فيما تؤكد استعدادها اليوم للتعاون المشترك مع الحكومة العراقية في مجال الطاقة النظيفة وتشغيل المصانع المتوقفة منذ سنوات. العراق بلد صديق وشريك، وندعمه خلال مشاريع قرض الين الياباني في إعمار البنى التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة، وسنعمل على تقديم الدعم لكن أكيد بتعاون مع الحكومة العراقية وطلب من الحكومة العراقية، لكن إن وجدت حاجة لذلك ونحن مستعدون لدعم الاقتصاد العراقي، وهناك نقول عمل لعمل وهو المفتاح لنجاح الطريق كما عملت الشركات اليابانية ومنها تويوتا في العراق.
إن دخول الشركات الأجنبية الرصينة للعمل في مدن الأنبار يعتبر إضافة مهمة، لا سيما بعد توفير بيئة ملائمة لفتح آفاق التعاون مع الشركات العالمية. من الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة. حقول الحنطة في المثنى تتحول إلى بحيرات من الطين بعد هطول أمطار رعدية غزيرة اجتاحت مئات الدوانم الزراعية. نتابع. بعد موسم تسويقي يعود بمنافع مالية للمزارعين بكميات مضاعفة مقارنة بالمواسم الماضية، هكذا أصبح حال حقول الحنطة في محافظة المثنى بعد أمطار رعدية غزيرة شهدتها المحافظة. سيول اجتاحت مئات الدوانم الزراعية مسببة لأغلب المزارعين أضرارا مادية كبيرة، يناشد الجهات المعنية بتعويضهم بعد أن أنفقوا عليها كل ما يملكون. البارحة شفت أحد الفلاحين يمشي بالماء وقاعد مسجل قرص يعني فيديو، والماء واصل للسنبل وهو يصيح الله أكبر، أنا هذه 400 دونم خسران عليها أكثر من شعر رأسي بالنسبة للتضرر، ومطلوبين ديان، ترى مو إلهم، مطلوبين ديان، ديانة راح يقعدون يقول أنا ما لي علاقة، هذا الله ضرك، جتك مطر وضرك، أنا شنو شو سوي لك. ومع صعوبة تحديد نسب الضرر في الأراضي الزراعية جراء موجة الأمطار والسيول، أكدت الحكومة المحلية تشكيل لجان متخصصة لتحديد الضرر للمزارعين بمسوحات دقيقة بعد انقضاء الموجة التي تقف عائقا أمام تقدير الضرر لرفعه للحكومة الاتحادية، مع التوصيات بالتعويض دون تأخير مثل ما حصل في 2019. هناك حقول أكيد تضررت، لكن إحنا لا يوجد إحصائية لحد الآن، لأنه لا زالت الأمطار مستمرة، هناك أراضي صعب الوصول إليها. إحنا كحكومة محلية الآن في هذه المرحلة هو دورنا إثبات هذه الحالة، وإثباتها عن طريق إجراء كشوفات محاضر من مشتركة مديرية الزراعة، الموارد المائية، كذلك والدفاع المدني. تزامن هطول الأمطار مع موسم الحصاد يراه مراقبون تحديا كبيرا للجهات الحكومية لتطويق الأضرار ومعالجتها بما يتناسب مع جهود المزارعين الذين باتت آمالهم معلقة على ما تقدمه الحكومة لهم لضمان تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها في محاصيلهم. من المثنى، نجم الحميد، الفلوجة الفضائية. ختام الحصاد هذا تذكير بالعناوين. العساوي قريب من الرئاسة ولا تفرد بالمنصب، الأمور حسمت بتمسك السنة وأغلبية الإطار. الدبلوماسية عنوان الزيارة الرسمية، بارزاني في طهران لترميم العلاقة وأنهاء الصراعات الجيوسياسية. البصرة لا تصلح للعيش خلال سنوات، سكانها يستنشقون هواء مسموما ويواجهون خطر الموت. لأول مرة في العراق، ذقار تنشئ محجرا دائما للمواد المشعة وتطوي صفحة عقود ملوثة. السيول تغرق حقول الحنطة، المزارعون يتعرضون لخسارة باهظة ومطالبات بتعويض الموسم. للمزيد تفضلوا بزيارة ومتابعة حسابات الفلوجة على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.